مساكم الله بالخير. تكلمنا اليوم عن نقص فيتامين د في الحلقة، وش أعراضه ومن أين نحصل عليه. ببساطة أعراض نقص فيتامين د: أولا خمول عام في الجسم، رقم 2 آلام في العظام أكرمكم الله وليس في المفاصل، في العظم نفسه. إلى ذلك المناعة ضعيفة، ما يجي أحد جنبي مصاب أو مكيف هواء على طول يجيني زكمة، وإذا جت تطول. من أعراض نقص فيتامين د: الاكتئاب والمزاج يكون منخفض. كيف نحصل على فيتامين د؟ نحصل عليه من أهم مصدر وهو ضوء الشمس، وفي المملكة العربية السعودية كما أجرى جامعة الملك سعود أفضل وقت هو من 10 صباحا إلى 2 في الظهر، هذا في الشتاء، وفي الصيف من الساعة 9 صباحا إلى 10:30، ومن 2 إلى 3 بعد الظهر. هذا هو أهم مصدر الفيتامين د. يأتي بعده أسماك السلمون والساردين، بياض البيض، أيضا الحليب والألبان ومنتجاتها، أيضا المشروم في فيتامين د بكميات جيدة. هذا أهم ما دار في الحلقة. نقطة مهمة يا إخواني، المكملات والأدوية ما يصلح أن الواحد يروح يأخذها بمزاجه. ليش؟ أنا بعلمكم. في واحد قبل أمس جاني ومصور لي فيتامين د شريك كمكمل، لما طلعت في الحبة تركيزها 100,000. 100,000 ما تكون مكمل، فرق كبير جدا بين المكمل اللي يستخدم يوميا بدون وصفة الطبيب ولا عنده مشكلة، وبين اللي يستخدم علاج. تعرفون خطر هذه النقطة؟ الإنسان يحتاج في اليوم إلى 600 وحدة دولية فيما معدله من فيتامين د. تخيل الحبة هذه كانت 100,000، لو استخدمها الشخص راح يدخل في تسمم فيتامين د. دائما الأشياء إذا زادت ندخل فيما يسمى بالتسمم أو التوكسيسيتي. أعراض التسمم يجيه أيضا ضعف، ويجيه التركيز يكون كفيز، يسمونه confusion، ارتباك مع الدرك الزين، وراح يجيه خمول، وراح يجيه إمساك أكرمكم الله، والأمر غير جيد، خصوصا الفيتامينات هذه ما تذوب في الماء، فما تطلع الله يكرمكم الزائد منها في البول. نقطة أخيرة، فيتامين د نأخذه أخيرا، نقطة مهمة، فيتامينات الأي والدي والإي والكي، فيتامينات تذوب في الدهون يعني تحتاج إلى وجبة، ورقم 2 لو كثرنا منها ما تذوب الله يكرمكم وتطلع من البول، لذلك زيادتها ما هي كويسة. فيتامينات السي وفيتامينات البي ما تحتاج وجبة لأنها تذوب في الماء، ولو زاد منها شيء ربما يعني تطلع مع البول، فهي أقل خطورة، لكن الزيادة دائما ما هي مطلوبة. سلام. عاد سامحوني يا حبايبي، أنا ما عندي خلفيات و مونتاج، أنا زيكم، أنا إنسان عادي يعني، اللهم إن الله يعني حطني طبيب مثلا، وكثير منكم أطباء يعني، ما أنا بحسن واحد، فاعذروني ما عندي خلفيات ومونتاج، بس إن شاء الله أنا نقدم شيء يعني تستفيدوا منها. أسأل الله يوفقكم.